هنتكلم النهارده عن كابريز هورن، واحد من افضل الهيلمتس الاكزوتيك اللي موجودين في اللعبه. بتقع كراندم دروب مش في مكان معين، ممكن تقع من خلال الفانجارد او زاور ديل، خلال المبكة كل، من خلال جامبت، من خلال كورسيبل، مش في مكان معين. تاني حاجة هي المهارة الأساسية بتاعتها زي ما احنا شايفين مرتبطة بالسويلر شوية، أو بمهارة السويلر بمعنى أصح، مرتبطة بالشيلد هنا. لما انت بتستخدم الشيلد بتبدأ تتأكتف المهارة بتاعتها. المهارة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، نبدأ نبص عليها، طلع قدامنا خط ناري بالمنظر ده. هنا هنبص هنلاقي الريتشارج نفسه بتاع المهارة أو الأبيلتيز بتاعتنا أسرع شوية. لو كمان عملنا سويلر دامج او سويلر كيل بيعمل ريتشارج بسرعه اكبر، زي ما احنا شايفين كده، مجرد بس دامج في كام وحش عملنا ريتشارج للبارير بتاعنا مره تانية من جديد من غير اي حاجه، ونبدا نستخدمه مره تانية. مجرد ما بنستخدمه بيعمل شعاع ناري زي ما احنا شايفين كده من الارض، وبعد كده يقوم راجع تاني لورا، ما بيفضلش ثابت في مكانه او بيفضل متثبت في نفس الوقت بشكل واضح، او بمعنى صح كانك بتعمل دامج زياده مجرد ما بتشغل بارير. هي مهاره مفيده وكويسه، بس مش تبقى مفيده قوي بالنسبه لك في البي في بي، بس تبقى كويسه جدا للدي في اي. وزي ما احنا شايفين اهو، مجرد بس طلقتين في كام وحش اتشحن البارير من جديد، ونبدا نستخدمه مره تانية. فهم اسهل القطع الاكزوتيك اللي ممكن تقدر تتعامل معاه وتشتغل معاه بنفس الوقت. في نفس الوقت هو برضه بيشحن معاك السوبر بشكل سريع. بس واتمنى اكون ساعدتكم.